بسم الله، صفحة 47، تيست يونت 7. هنبدأ دلوقتي نحل التيست مع بعض، ولو في حاجة مش واضحة إن شاء الله في كلمات أو جرامر هنوضحها كده. يلا يا شهد اتفضلي. The resident made a speech expressing his determination to rebuild the economy. الإجابة Determination. تمام. ممكن ترجمي الجملة؟ الرئيس عمل خطاب عن تصميمه لإعادة الاقتصاد، تمام بناء الاقتصاد. كملي. You must read the dictionary entries carefully to know the distinction between these two words. entries entries، وهنا يعني ايه distinction؟ الفرق بين كلمتين. فرق بين these two words. كويس، يلا يا فاطمة. The businessman has two big flats in شرم الشيخ. Not to mention his villa in 6 أكتوبر. تمام، not to mention. ها كملي. The secretary wrote down the conference that in the manager diary. أول واحد. Diary. What's the difference between diary and dairy? A and B. ايه الفرق يا فاطمة؟ دايري يوميات أول واحدة، والتانية منتجات ألبان تمام، مشتقات. يلا منا. منا لسه المايك مش شغال. طب ما دام يا منا انت سامعاني كويس، خليكي معايا كده لحد ما تلاقي ظبط واحد ان شاء الله. يعني لو في ملحوظه ولا حاجه منك اكتبيها على الشات. يلا يا شاهد. يا مستر، رقم 4 هي التانية منتجات ألبان، مش الأولى هي منتجات ألبان؟ دايري، دايري هي اللي منتجات ألبان. دي اي اي ار واي. اما بالنسبة للدايري دي اي اي ار واي، دي اللي هي مدونة او دفتر. تمام، يعني الإجابة هتبقى الأولى؟ اي اي هي الإجابة الصح. يلا اتفضل. It's easy to get distracted if you are working with children playing around. تمام، The police report mentioned some of the criminal helpers. Synonym of the verb mention is name. ايه Name, name. ده نيم؟ ثالثة. عايز السينونيم. تمام، نيم. تقريبا محمود نصف معانا. محمود، معايا محمود. طيب قولي يا فاطمة على ما يظبط حاله كده. فاطمة أو اقعد في الدب. I am so happy I met my parents and I are going on holiday next week. ليه اخترتي are going؟ ايه الرول هنا؟ Next week ترتيبات. كويس، ترتيب next week. كملي. جلال wants to go home right now. right now ده بيدل على حاجة continuous. طب ليه ما خدتيش is wanting؟ عشان wanting status ايه؟ لكن ما ينفعش تحط له ING. يريد ازاي احط له ING؟ بصي انا ما ينفعش اقول ما ينفعش تحط له ING، لان هو اي فعل ينفع يتحط له ING، بس بقى الاجابه الصح تبقى ايه؟ ما ينفعش يجي في الاستمرار، ما ينفعش يتحط له ING وقبله verb to be. عايز يبقى كلامك مظبوط كده. اما يتحط ING عادي مفيش مشكله، يبقى اسمه اسم فاعل مثلا، اما بالشكل ده غلط. تمام، تمام. الله يشهد.
مستر حسام is always accurate. He gives the correct the true details. تمام. is always. I see that the situation is out of control. تمام. امتى اقول I am seeing يا شهد؟ هل في كلمة معناها لما كده؟ يكون مثلا بيقابل دكتور بمعنى ميت. جميل، بمعنى ميت. يلا يا فاطمة. سامي اند وليد are studying hard this day. تمام، عشان these days استمرار. ها، I something I am hearing something outside or the door the I am hearing. متأكدة؟ كده مش عارف. ايه رأيك يا شاهد؟ I can hear ايوه، اللي هي I الأخيرة. can hear، انا سامع حاجة. تمام، في فرق يا فاطمة بين hear و listen. ال verb listen ده verb action، يعني I am listening، انا بستمع. I listen، أنا أستمع استمرار أو عادي. أما لما أقول hear ده حاجة من الحواس، أقول I can hear، I hear بس، فهي دي الإجابة الصح بتاعتي. ماشي، يلا يا شاهد. I'm considering taking early retirement. This is something I'm thinking about now. الإجابة ايه I'm considering ليه بقى؟ ايه ايه ليه؟ يعني يسألني سؤال قول لي ليه ما خدناش كده ونقول كده يعني مش احنا قلنا consider، يعني بفكر بعتبر او اضع في اعتباري، يضيف في الاستمرار ليه؟ كونسيدر بس I consider taking early retirement، هتلاقي في الجدول بتاع الافعال الادراك. اه ماشي نكمل. which one of the following is grammatically correct here we don't have a lot of fun going the الإجابة الصح، الإجابة الصح هي we don't have a lot of fun going كويس to the dentist. طيب ممكن تطلعي لي غلط في الباقيين بسرعة كده؟ they are having a nice house. دي امتلاك هاف ما بتجيش في الاستمرار أثناء الوقت ده. جميل. She usually isn't having a good time shopping. Usually نعم ضرع مستمر ف بتيجي بعد usually verb to be صح؟ is usually كده. مم. تالتة بقى people like أحمد because people like أحمد because he is being polite. كده أصلا أحمد مش polite على طول يعني أو مش هو بيتصرف ان هو كده ومش عايز، مش عايز في الاستمرار بمعنى يكون. فاجابتنا الله ينور مظبوط. تمام، اول فقره يا فاطمه بالترجمه كده، يلا فاضل 15. 15. يلا يا فاطمه. He can't come tomorrow as he always has a meeting with a foreign delegation at his office. Always has. He can't come tomorrow as he a meeting is having، صح كده ولا ايه؟ أنا قلت أقول هذا ليه ان شاء الله بقى؟ ليه؟ مش عارف انت لسه بتقولي مش عارفه ازاي من ساعه ما كنا بناخد في الدرس في البلد، بعد ما مشيت برضه لسه بسالك سؤال تقولي مش عارفه، ما اتغيرتش. اتغيرت وفي اللي في طبعا بيغيروا He can't come tomorrow، مش هيقدر يجي بكره. اجابتك ايه يا شاهد؟ انا عاملاه اذهب Is having a meeting. هو مش is having دي يعني عنده meeting لديه meeting الاجتماع المفروض هيقوم ما تلك، يتحطش الاجتماع هيقوم تلك، ولا هو هيقوم بعمل اجتماع؟
هيكون بمعنى استماع. هنا ما دام مش بمعنى يمتلك، ما دام بمعنى يمتلك مفيش اي ايه مشكلة خالص. ما دام بمعنى يمتلك ما ينفعش يجيبها في الاستمرار. طيب ماشي، يلا شاهد الفقرة الأولى. معانا إجلال، أهلا يا إجلال. أقول أه اتفضل. the bell rang Miss Farida just finished explaining the lesson to the class. الجرس ران، Miss Farida حالا يعني خلصت الشرح آخر مسألة في آخر درس في الفصل. تمام Before she could say another word some of students stood up. قبل ما تقول كمان آخر كلمة بعض التلاميذ وقفوا. They were ready to hit the canteen. كانوا مستعدين إن هم يروحوا الكانتين. مس فريدة told them sternly. المس فريدة ديت قالت لهم بتدافع ايوه بصرامة there isn't او any بحدة. ماشي there isn't any need to rush. ما فيش أي حاجة إن انتوا تندفعوا مع بعض يعني. there is plenty of food and time for you to have your recess. في كمية من الطعام والأكل يعني والوقت ليك إن أنت إن أنت إيه بقى تاخد الفسحة براحتك. تمام She insists that the class went for the recess in an orderly manner. هي أصرت إن الفصل ينزل واحدة بواحدة يعني واحد تمام انت بنظام قلت لي يعني. دلوقتي يا شاهد الكلمه اللي زللتها لك دي اللي هي رش دي معناها ايه؟ فندي فندي رش لاين فور رش. تمزلوا الاسترلي رش دفعوا بعضهم بعض يعني. تدافع. ايوه كده قلت ريسس هنا بقى اللي بالاحمر دي. رسيس ما مكتوبة تحت فسحة. المترجمة تحت. طيب ماشي. طيب يلا يا جلال الفقرة التانية. تمام. however once she was out of sight the boys started just line each other down the stairs. There was a lot of pushing, shoving, and loving. Suddenly, there was a loud كده. قد إيه؟ قد Followed by a scream, everyone on the stairs stopped in their tracks. تمام. هتبقى however اللي هو ومع ذلك مرة ما she once was out of يعني sight. أول عند أو عندما أو أول ما إيه ها؟ اختفت صيد يعني يختفي أوت أوف سايت يعني تضيع. ما بقتش قدامهم يعني بعدت عنهم. الأولاد بدأوا يتدافعون على الدرج. تمام There was a lot of bushing. ثواني. There was كان يوجد كثير من تدافع bushing التدافع. لاحق Suddenly مفاجأة there was كان يوجد a loud صوت الخبط following by a scream وبعده يعني تتابعوا بعده صراخ. everyone on the stairs stopped in their tracks. اللي هو جميل. يلا يا فاطمة توقف الجميع على الدرج. جميل. it turned out that one of the boys in front had للمايك missed عادي. a
أقول ميليو مز أستيز أند فولين هي لندد هارد أون هيز إلبو البو اللي هو كوع. ذا بون جاتد أوت ذا بوي ووز وين بريمينج الترين ايوه إن بان his friend quickly help him up and brother brought told him him to office the the principal principal school took one look at the injury and immediately called for an ambulance امبيولانس اللي هي سيارة إسعاف. while waiting the other boys in the group were coaching when told that they were doing one the stairs the principal shook his head the injured boy and his friends hung their heads in shame they apologized for their behavior they principal said let this be a lesson to you تمام. The injured boy was then brought to the hospital. الولد المصاب خلاص أخذوه المستشفى. The following week he returned to school with a cast around his arm. رجع المدرسة وعليه كاست حوالين دراعه. ربنا يشفيه ويعافيه. يلا يا شهد نبدأ كده السؤال الأول. What was the reason the class has just before the bell rang mass? ما عرفت منين؟ آخر مسألة في الحساب. I was the last sum to the class. آخر مسألة في الفصل. كملي. What caused the loud thud? A boy had fallen down the stairs. تمام. بيقول إن حصل فيه thud followed by scream. حصل فيه thud وفيه scream صرخة كبيرة لأن في ولد وقع من وقع. السلم تمام. يلا يا فاطمة وبعدين إجلال. The boys didn't follow Mr. Mrs. Farida advice. نسمع ايه؟ الولد ما سمعش، الاولاد ما سمعوش نصايح مسز فريدة زي ما انت ما بتسمعش نصايحي كده. كملي. The antonym of the world friendly is ايوه softly softly يعني بشكل ايه لطيف، اما firmly و severely و strictly التلاتة معناهم بشدة او بشكل صارم. تمام. يلا إجلال. as soon as the principal took one look at the injury he called for the ambulance. أول ما إيه؟ شاف الحادثة اتصل immediately immediately يعني على الفور. تمام. The boys realized that they were guilty and apologized for them for their behavior. Guilty to a sin. تمام. جاهد. As the boy was screaming, it thought that his arm was broken. تمام. The story teaches us to follow other people's advice, especially the elderly. جميل جدا. يلا يا فاطمة.
we must forget our disagreements and disappointed disputes and that unite for the sake of Egypt. It's our beloved country which has acted all hardships and remain strong against in mind. تمام. See? إجابة إيه؟ ب بنطلع الاختلافات يلا بسرعة كده. إيه في غلط عشان توقعاتنا بي إيه غلط عشان توقعاتنا إيه ولا إيه؟ سي سي ماشي وبعدين؟ لا سي وإيه غلط عشان ونتناقش نتناقش في ايه؟ وبعدين ودي غلط وبقي قويا أمام حدودها. تمام، حد عنده رأي تاني ولا حاجة؟ سمعت حد بيتكلم؟ محدش. ماشي اللي بعده. بلال ولا شاهد؟ جلال يلا يا جلال. لا يستطيع أحد أن ينكر أن إصلاح التعليم هو السبيل الأمثل لإصلاح الفرد والمجتمع، فالتعليم هو الطريق الأمثل لبناء المواطن الصالح قادر على مواجهة تحديات العصر. بي غلط علشان منشن بي ولا دي؟ معلش علي صوتك شوية. بي بي فيها منشن، منشن هنا يعني يذكر، عايز ينكر. تمام. دي غلط عشان ميندينج مندنج يعني يصلح برضو، ثواني مندنج وريفورمينج معناهم يصلح، فأكيد في فرق ولا إيه؟ هنشوف. ها و سي غلط علشان ليرنينج learning. تمام. وال education. ها هتبقى ايه؟ طيب، في غلطة تانية في مثلا في دي، قارني لي كده A و D. دي ايه دي؟ environment الفرد والمجتمع هو وفي دي عاملها الفرد والبيئة نعم تانية يا شادي، معلش. في ايه هي اصلا هو عايز الفرد والمجتمع في تمام، دي عاملها ان الفرد والبيئة هي ايه صح عامل environment environment. الله ينور عليكم. طبعا الستوري لسه ما شرحناش فيها حاجة كده، التيست على يونت 7. تمام. خالص تمام.